الشركة الوطنية لمتعامل الهاتف النقال موبيليس تختار البهي وهران للإطلاق الأولي والحصري لباقة عروض استثنائية وجديدة لشبكة اتصالاتها العرض الجديد لموبيليس الذي يحمل اسم سما أقيم بفندق البي وهران بحضور المدير العام للشركة إلى جانب عدد من إطاراتها بالإضافة إلى الصحافة المحلية والوطنية. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد المدير العام للشركة أن العروض الجديدة تدخل ضمن الاستراتيجية التسويقية الجديدة التي ستمكن الشركة من اكتساح السوق الجزائرية. كما قام المدير الفرعي رفقة مدير التسويق بتقديم شروحات وتفاصيل حول العروض الجديدة مؤكدين أن عرض سما صمم ليتماشى مع كل الميزانيات والمنح بأسعار جد تنافسية تتيح للمستخدمين الاستفادة من عروضها المتنوعة ليُفتح المجال بعدها لمختلف الصحفيين لطرح تساؤلاتهم بشأن العروض وفي ختام المناسبة أكد المدير العام أن العروض الجديدة لباقة سما جاءت استجابة لمتطلبات كل فئات الزبائن وتلبية لجميع احتياجاتهم في مجال الاتصالات.